الصورة شفتها داخل السجن عن طريق جريدة عبرية. تفاجأت في الصورة لما شفتها، ما كنت متوقع هذا الكم يكون، إنه لأنه أنا أول ما اعتقلوني غمضوا عيني. إيش أول إيش سوي؟ الاعتقال هذا اللي بدهم يسووه إنهم يدبوا الرعب في قلب كل واحد فلسطيني، إنه عشان يقول لك خلاص هذا شفت أنا هيك قد طلع كيف اعتقلوا، لا أنا خلاص ديش أنزل.